نحن نتحدث على أهم الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمامات المشتركة اللي ما بيننا وما بين العالم، ده بالتأكيد مما لا شك فيه، ما بيننا وما بين الأوروبيين برضو مما لا شك فيه، ما بيننا وما بين البوسنة، وده شيء مهم جدا. خلونا نستقبل على التليفون بكل الترحيب دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور رامي. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وكل السادة المشاهدين، وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب. دكتور رامي، مهم ان احنا نشوف ايه هي الاهتمامات اللي بتحظى او الملفات اللي بتحظى باهتمام مشترك ما بيننا وما بين البوسنة، والى اي مدى لدينا وجهات نظر متقاربة تحديدا في الملف الاقليمي. يعني هو طبعا هو في البداية العلاقات ما بين مصر والبوسنة هي علاقات متنوعة ومتعددة، يعني في منها شق سياسي وفي منها شق اقتصادي وايضا في منها شق ثقافي اللي هو القوى الناعمه. طيب الشق السياسي، يعني عايز اقول لحضرتك، يعني البوسنه لما استقلت عن يوغوسلافيا في بدايه التسعينيات تحديدا سنه 92، مصر كانت من اوائل الدول في العالم اللي اعترفت بالبوسنه. صحيح. بعد ما استقلت من يوغوسلافيا، وبالتالي هنا في زي يوغوسلافيا، يعني نقدر نقول البوسنه مدينه بالفضل لمصر على المستوى السياسي. لا مش بس كده، كمان انا عندي طبعا البوسنة استقلت بعد حرب خاضتها، وبالتالي كانت في بنية تحتية اتدمرت. مصر ايضا ساهمت في اعادة الاعمار في البوسنة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية اللي هي تحت اشراف وزارة الخارجية، وبالتالي الدور المصري هنا كان له زي داعم بشكل سياسي واقتصادي للحقوق المكتسبة للشعب اللي عانى أو طالب بحق تقرير المصير كجزء من حقوقه اللي هي حقوق الإنسان، وده نحط تحتيه ألف خط ارتباطا بالموقف بتاع البوسنة تجاه الفلسطينيين، واللي الرئيس السيسي اتكلم عليه بشكل ما أو بآخر تأكيدا على موقف مصر من حل الدولتين ودعم القضية الفلسطينية، لأن البوسنة هنا هيبقى ميال لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين زي ما هو عانى وقدر ياخد حقوقه، هو أيضا مع الفلسطينيين في تحقيق أو استرداد حقوقهم، وبالتالي ده الشق السياسي. الشق الاقتصادي في منفعة متبادلة ما بين مصر وما بين البوسنة. المنفعة هنا جاية من أن البوسنة لها عضوية في كتير جدا من اتفاقيات التجارة الحرة في أوروبا، بالرغم أن البوسنة لحد النهاردة ما دخلتش الاتحاد الأوروبي، لكن هي في مساعيها أنها تبقى عضو من الاتحاد الأوروبي، لكن بالرغم من كده هي عضو في كتير العديد من اتفاقيات التجارة. طب ده هيعمل إيه؟ ده هيفيدنا إحنا كمصر أن في سعي النظام المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، أن هو عايز يعزز تصدير المنتجات المصرية لأوروبا. طب يعني هيصدرها من أكتر من مدخل، لكن البوسنة هنا طالما دولة لسه ناشئة هي بتبقى عايزة تعزز التنمية الاقتصادية بتاعتها، وبالتالي هتبقى فرصة كبيرة جدا لمصر أن تتحول مصر من خلال البوسنة لمركز توزيع ومركز صناعة لتوزيع المنتجات المصرية لأوروبا من خلال البوسنة. طيب البوسنيين محتاجين نفس القصة. ليه؟ انا هنا مصر بالنسبه للبوسنه برضو نفس الفايده، مصر عضو في اتفاقيه الكوميسا، اي مستثمر من البوسنه هيبقى يحتاج مصر ان هو يجي يصدر منتجاته لمصر تجاه القاره الافريقيه، 53 دوله افريقيه بجانب مصر هيقدر يصدر لهم المنتجات بزيرو جمارك، وبالتالي لان مصر عضو في الكوميسا، وهنا البوسنه هتستفاد زي ما مصر هتستفاد، عشان كده قلت لحضرتك المنفعه هنا متبادله. الشيء الاجمل من كل ده على المستوى الثقافي، معظم مسلمي البوسنة ايديولوجيتهم او مرجعيتهم اسلامية من الازهر الشريف. صحيح. هنا في مصر. صحيح. وبالتالي المسألة هنا ده عمل ثقل للقوى الناعمة المصرية هيخدم على النفوذ الاقتصادي والنفوذ السياسي، وهيخدم على توأمة المواقف السياسية ما بين مصر والبوسنة تجاه القضايا الاقليمية والتحديات اللي موجودة في الشرق الاوسط، وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية. عظيم جدا.